النهاردة هنتكلم عن تعليم السباحة. هنبتدي من تحت الصفر، أيا كان مستواك هنبدأ من تحت الصفر. هنتعرف الأول على السباحة الأولى اللي المفروض نكون بنتعلمها أو بنبتدي بيها، وهي السباحة الحرة. السباحة الحرة مشهورة ومعروفة بالسباحة الأم. السباحة الحرة بتتكون من إيه؟ السباحة الحرة بتتكون من طف، ضربات قدمين، نفس جانبي أو تنفس أثناء الحركة، وضربات ذراعية. نعيد تاني، بتتكون من طف، ضربات قدمين، نفس جانبي، ضربات ذراعية. ليه بدأت بالطفو؟ أنا بدأت بالطفو أو بذكر مهارة الطفو لأن من يجيد الطفو يجيد السباحة، ومن لا يجيد مهارة الطفو لا يجيد مهارة السباحة. بمعنى ان الطفو هي القاعدة الاساسية اللي بتتكون عليه كل المهارات، مش بس السباحة الحرة، لا، حتى اساليب السباحة المختلفة، سواء كان سباحة انقاذ، سواء كانت مهارات او السباحات الاربعة اللي مشهورين ومعروفين زي البريست والدولفين والباك وايضا الكرول او السباحة الحرة. فمهارة الطفو تتكون عليها كل مهارات وأساليب السباحة، سواء كانت إنقاذ أو مهارات أو سباحة عادية. يبقى مهارة الطفو مهارة مهمة جدا لازم نهتم بيها. مهارة الطفو عشان نبتدي بيها، أنا دايما بشبه مهارة الطفو زي القواعد والأسس بالنسبة للبناية أو العمارة. فأنا لما أحب أبني بيت يكون قوي ومتين، اقدر بمنتهى السهولة اطلع بادوار عديدة فوق، فلازم اهتم بالاساس. كذلك في السباحة، مهارة الطفو بالنسبة للسباحة زي ما ذكرت وبعيد تاني وبأكد، مهارة الطفو بالنسبة للسباحة هي الاساس والقواعد اللي بتتبني عليه مهارات السباحة كلها. فعشان نقدر نتعرف على مهارة الطفو هنبتدي بيها، هي المهارة الاولى. يبقى اليوم الاول اللي انت هتتدرب فيه، احنا هنقسم برنامج التدريبي على 5 ايام. ليه بقول 5 ايام ما قلتش 4؟ 5 ايام لان اليوم الاخير انا بأكد فيه وبراجع فيه على كل المهارات السابقة بالاضافة لكل مهارة انا اكتسبتها، وبعمل عملية دمج كامل او بكون وصلت للشكل النهائي للسباحة الحرة او للسباحة الكاملة. يبقى انا في اليوم الاول ايه اول حاجة هتدرب عليها؟ اول حاجة هتدرب عليها وهي مهارة الطفو. مهارة الطفو هنبتدي نمهد الصورة ليها. اول حاجة في مهارة الطفو لازم نعرفها، فيها 3 قواعد ثابتين ما بيتغيروش. القاعدة الاولى، دايما لازم املأ الرئة عندي بالهواء، لان انا بعتمد على الطفو، بعتمد بنسبة كبيرة جدا على الرئة. يعني كل ما يكون الرئة عندي ممتلئة بالهواء، كل ما يكون الطفو بتاعي اسهل وابسط مما تتخيل. يبقى القاعدة الاولى اني دايما باخد نفس كبير وبملى بيه الرئة، لان زي ما احنا عارفين او لو ما حدش عنده المعلومة دي نذكرها ونوضحها، الرئة جوه جسم الانسان بتبقى اشبه بالبالونة، فبالتالي انا لما باخد نفس كبير بنفخ البالونة، فبتشيل الجسم وبتحافظ على بقائه على سطح المية. فأنا أول قاعدة تعلمتها وعرفتها، باخد نفس كبير بملى بيه الرئة عندي. طب القاعدة الأولى، القاعدة الثانية لازم أقفل فتحة الفم عشان أمنع دخول المية لي، فبالتالي هتحصل عملية عرقلة أو ارتباك أو خوف، فهتعوق التمرين أو التدريب اللي أنا هتدرب عليه. يبقى 1، باخد نفس كبير. 2، بعد النفس بقفل فتحة الفم. 3، دايما راسي جوه الميه ودقني ملامسه لصدري. طيب نوضح ليه بقى القاعده الاخيره دي. القاعده الاخيره اللي هي وضعيه الراس بتساهم بشكل كبير جدا في الحفاظ على التوازن، او بمعنى اصح في الحفاظ على مركز الثقل. مركز ثقل الجسم بيكون ثابت في نقطه واحده، لو اتغير وضعيه الراس بيحصل خلل في توازن الجسم كله. يبقى احنا عرفنا القاعده الاولى، نفس كبير أملى بيه الرئة. القاعدة الثانية، الفم، فتحة الفم أقفلها. القاعدة الثالثة، لازم دقني ملامسة لصدري وراسي داخل المية. طب إيه هي القواعد المتغيرة؟ القواعد المتغيرة دايما الشكل اللي أنا بمثله أو بجسمه.
دايما هو ده اللي قاعده متغيره. طيب ايه الشكل الاول اللي هناخده؟ الشكل الاول اللي احنا هناخده بنمهد بيه مهاره الطفو، كاننا بنقول لنفسنا عايزين نفهم يعني ايه طفو، ويعني ايه جزيئات ميه، ويعني ايه تعامل معاها. الشكل الاول بعد ما اطبق الثلاث قواعد الثابتين بعمل حاجه اسمها شكل الاخطبوط. شكل الاخطبوط زي ما حضراتكم عارفين الجسم بيبقى فوق والارجل كلها بتبقى تحت في الاسفل. انا برضو بعمل بجسمي كده، بعمل عمليه انحناء. القدمين بتبقى مفرودين، بعد ما بطبق النفس قفله فتحه الفم دعني على صدري، بنزل في وضع الانحناء بطول ايدي ورجلي موازيا للقدمين. ده الشكل الاول. رد فعل الميه فيه هيشيل جسمي وهيرفع جسمي على سطح الميه. يبقى بالشكل ده انا بدات اكتشف يعني ايه مهاره الطفو. طيب الشكل الثاني، الشكل الثاني وهو طفو التقور. طفو التقور هنا في المهاره دي ببتدي اكتشف واتعلم يعني ايه التوازن والحفاظ على التوازن والحفاظ على مركز التوازن في قلب الميه. ببتدي اتعلم من الشكل ده لان انا ببتدي اتوازن، بيحصل عمليه تارجح على احد الجانبين، فبثباتي بمحافظتي على وضعيه جسم سليمه ببتدي اصلح مركز التوازن بتاع جسمي مره ثانيه. طيب الشكل الثاني بيبقى عباره عن ايه؟ برضو نفس الثلاث القواعد ثابتين ما بيتغيروش. نفس كبير بملى بيه الرئه، الفم فتحه الفم مقفوله، دقني على صدري عشان احافظ على مركز التوازن يكون ثابت وما يحصلش فيه خلل. هوضح طبعا في الميه وضعيه راسي بتاثر ازاي، بس لما هننزل الميه هوضحها. الشكل الثاني عباره عن ايه؟ وضع التقور. انا بشبه بجسمي، بشكل بجسمي وضع الكوره ازاي؟ بعمل عمليه ضم من الركبتين للصدر، انزل معايا محمد، وابتدي احضن بدراعاتي الاثنين رجليا ودقني على صدري، وهو ده بيكون الوضع بتاعي او الشكل بتاعي داخل الميه. طيب الشكل الثالث، الشكل الثالث بيكون وضع الاستقامه. الشكل الثالث انا بتعلم، خلاص انا بدات افهم في الشكل الاول، بدات استرخى، بدات اهدى. انا اسف ان النقطه دي نسيت اوضحها، انك لازم تكون مسترخي وهادي جدا جدا جدا، وجسمك يكون ريلاكس، ما يكونش فيه لود او ضغط او شد عضلي. الشكل الثاني الثالث هو وضع الاستقامه. انا اوريدي خلاص فهمت في وضع الاخطبوط القواعد الثابته في الاوضاع كلها، وعرفت اكتشف مهاره الطفو، وبدات اكتشف التوازن وتصحيح التوازن، فبالتالي هبتدي اكتشف مهاره اعلى وارقى وهي طفو الاستقامه. طفو الاستقامه انا كل اللي انا بقدر اعمله بطبق ثلاث القواعد الثابتين اللي هو النفس، فم مقفول، دقني، وضعيه دقني ملامسه صدري او وضعيه راسي بمعنى اصح، وابتدي استقيم. القدمين الاثنين مفرودين متلامسين لبعض، دراعاتي الاثنين وضع بيسموه سوبر مان، مستقيمه ومفرودين ورا راسي، راسي كلها جوه داخل الميه، دقني ملامسه لصدري زي ما قلنا في الاول. بالشكل ده كده انا ببتدي اطبق ثلاث اشكال الطفو، او اهم ثلاث اشكال الطفو. طبعا مهاره الطفو ليها اشكال عديده، بس احنا بنهتم باهم ثلاث اشكال اللي هو بنعتمد عليهم في السباحه اعتماد كامل. المهاره بقى الاخيره معانا وهو الطفو والانزلاق. طفو الانزلاق انا ببتدي اتعلم بقى فيه، اكتشف حاجه اسمها الجلايد او التزحلق على الماء. ببتدي اطور من مهارتي وانا عامل طفو الاستقامه، ببتدي برجلي الاثنين اخد دفعه، اخد دفعه في الحيطه واستقيم واستفيد من الدفعه اللي امشي مسافه معينه ومحدده، فبالتالي ببتدي اكتشف واطور من المهاره بتاعتي. بالنسبه للمهاره اللي انا لسه شارحها دي هيكون تدريب اليوم الاول. طبعا انا اتكلمت كتير عشان اقدر اشرح وابسط انا هعمل ايه في الميه، لان في اوقات كتير انا ممكن اتكلم جمله جملتين، فبالتالي حضرتك لازم تكون فاهم والمعلومه واضحه عندك انا ايه اللي بطبقه عشان تكون فاهم. يلا نروح نشوف الاول مهاره الطفو وبعدين نروح لتدريب اليوم التاني.